أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في النشرة التاسعة من طيف جامعة سلطان. وقع سعادة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور سعد الرويتع وسعادة نائب المدير التنفيذي بجامعة بوفلو الأمريكية الأستاذ الدكتور تشارلز زوكوسكي مذكرة تفاهم بين الجامعتين تم بموجبها وضع إطار عمل للتعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات وتطوير المواد التعليمية والتدريب التعاوني وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة ذات الاهتمام المشترك. بقيادة سعادة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور سعد الرويتع نظمت الجامعة ورشة عمل برنامج نطاقات الذي يخص الكليات والجامعات بحضور مسؤولين من وزارتي التعليم والعمل ومديري جامعات أهلية بهدف مناقشة النشاط التعليمي ومعامل نسبة التوطين المطلوبة لكل نطاق في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. افتتح سعادة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية المؤتمر الخامس حول تطبيقات تعدين واستخراج البيانات والذي تنظمه كلية علوم الحاسب والمعلومات برعاية البنك السعودي للاستثمار وبمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين. قدمت في المؤتمر محاضرات وورش عمل حول الجديد في هذا المجال بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المهتمين على مدى يومين. نظمت المكتبة المركزية لفرع الطالبات زيارة لمعرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة عضوات هيئة تدريس وإداريات وطالبات بهدف تشجيع القراءة وتعريف الكادر التعليمي والإداري والطالبات بأحد أكبر المهرجانات الثقافية بالمملكة. شاركت الجامعة ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات في ورشة عمل مشتركة بينها وبين شركة علم تمت فيها مناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بالأبحاث والابتكار وتقديم عروض عن الأبحاث والمشاريع التي تقوم بها الكلية بالإضافة إلى الإسهام المشترك بين الجهات البحثية الأكاديمية والقطاع الخاص في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة. كما تمت مناقشة إمكانية التعاون والخروج بنقاط التقاء في هذه المشاريع بين الجامعة والشركة. في إطار الإسهام بنشر ثقافة الابتكار وتنمية مجالات الموهبة والتفكير الريادي احتضنت الجامعة ممثلة بمركز خدمة المجتمع وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فعاليات تحدي الرياض للابتكار والخدمات رياض جام. الفعالية تأتي بالتزامن مع فعاليات مشابهة يقيمها آلاف المبدعين من 200 دولة حول العالم بهدف التعرف على أفضل المنهجيات والأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم. ومن جانب آخر وفي نفس السياق وبرعاية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد احتضنت الجامعة حفل تكريم المنظمين والمشاركين في الفعاليات الذي شارك فيها أكثر من 160 مبدعا ومبدعة من المملكة من مراحل عمرية مختلفة مما يعد الرقم الأعلى بحسب الإحصائيات. انطلاقا من مسؤولية الجامعة الاجتماعية واهتمامها بالبرامج الخيرية قام وفد من طالبات الجامعة بقيادة مديرة المكتبة المركزية لفرع الطالبات بزيارة أطفال مركز الملك فهد الوطني للأورام وذلك للإسهام في تخفيف آلامهم بمناسبة اليوم العالمي لأطفال السرطان تحت شعار بسمة أطفال. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.